تعالوا مع بعض كده نبدأ يومنا، نتعرف على حالة الطقس النهاردة. والنهاردة هيسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على جنوب البلاد، بارد على باقي الأنحاء. تعالوا مع بعض كمان ننتقل لدرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة على بعض محافظات الجمهورية، وخلوني أبدأ معاكم بالقاهرة اللي سجلت 25-13، الإسكندرية النهاردة 25 أيضا 13، الإسماعيلية 26-13، الغردقة 28-17، المنيا سجلت 25-8، سوهاج 26-19، أخيرا أسوان 28-12. تعالوا كمان نروح لدرجات الحرارة المتوقعة في عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية، ونروح للرياض نبدأ بيها، سجلت 22-14، أبو ظبي النهاردة 23-20، أنقرة 6-1 تحت الصفر، لندن 12-9، واشنطن 0-8 تحت الصفر، باريس النهاردة سجلت 10-0، وأخيرا بكين 3 تحت الصفر و11 تحت الصفر. وهي دي درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. تعالوا كمان